ادعمها هيك على نصها وهيك بنكون قدمنا لكم صحن لحمة 5 نجوم، وهيدا الطبق من أفضل النكهات مع صلصة البهار اللي ممكن تتناولوه. شوفوا ما أحلاه. طيب طبعا هون مثل ما شايفين عندي طبق لحمة، هيدا طبق 5 نجوم، فيكن تعملوه بالبيت مثل ما بيقدموه بأفضل وأشهر المطاعم العالمية. اليوم رح فرجيكم كيف نعمل هيدا البرزنتيشن وطبخها بالكامل. طريقة هونت عليكم واخترت برزنتيشن سهلة فيكن تعملوها بالبيت، ويلا نروح نعملها سوا. للصوص ملعقة ونص طعام زبدة، نحرك الزبدة شوي للدوب، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، نقلبها على نار خفيفة لمدة 30 ثانية، نرجع نضيف خل أحمر تقريبا ملعقة طعام، خليه شوي ليتبخر عندي الخل الأحمر، بعد هيك نص كوب مرق لحم مملح، فلفل اسود خشن، اهم شيء يكون خشن، ملعقه شاي مدعومه، نحرك بنخليهم يغلوا لمده 3 دقائق. بعد ما يغلوا بنضيف كوب من كريمه الطبخ، نحرك نتركها تغلي لمده 2.5 دقائق تقريبا لثلاث دقائق على نار خفيفه. من بعد ما تغلي عندي وتشد، نضيف لها ملعقة شاي من صلصة الصويا تعطيها لون كتير حلو. وهيك صلصة البهار بتصير عندي جاهزة. لحم فيليه تندرلوين مندهنها بزيت على الميلتين فقط. لحمة الفيليه شوفوا ما أحلاها، دهناها بزيت الزيتون فقط 240 جرام، مقلاية مدهونة بالزيت بننيم عليها هيدي اللحمة يا عين. بعد 4 دقايق على هيدي الجهة، ما بنقلبها على الجهة الثانية، بتطلع باللحمة هيك بنشوفها مصبعة. شو بنعمل فيها هلا؟ نعملها بهذا الشكل لتعطيني تصبيعة حلوة. بس تتصبع كمان على الجهة الثانية، صارت عندي بهذا الشكل، شوفوا ما أحلاها. هلا بدنا نقلبها على الجهة الثانية بس مش بنفس المطرح، لأن المطرح هذا برد، نقلبها بمطرح ثاني شوي، لأنه المطرح هذا بيكون بعده سخن أكثر. بطاطا مسلوقة، ملح بلش نهرس فيها أول شيء، من بعد ما هرسناها ملعقة ونص طعام زبدة، ملعقتين نص طعام لثلاث ملاعق حليب سائل بحالة الغرفة، برش جوزة الطيب، رشة فلفل أبيض، حص ثوم صغير على البرش، نحرك فلافي وجاهزة. هيدي صارت ميديوم، هلا بدي اشيلها على صحن. اللحمة صارت عندي جاهزة باستواء ميديوم، شوفوا كيف بس العصارة ببلش تطلع على الوجه، يعني هاي استوت عندي وصارت رائعة. ندهنها بالزبدة كتير بيعطيها طعم ونكهة. وخلينا نروح على الخضار لننهي الحلقة. لنعمل الخضار، زبدة، بروكلي وجزر ولوبي رفيعة، رشة ملح، قلب طبعا هولي مسلوقين، نعملهم سوتيه شوي. هلا بدنا نحط اكليل الجبل لاعطيهم نكهة، بنقلبهم شوي بهيدا الشكل وبصيروا عندي جاهزين، رح ارفعهم على صحن. من بعدها بدي ارجع هلا عندي شوية سبانخ منظف، بدي اقليهم شوي كمان مع رشة ملح، نقلب السبانخ، ضربة مي صغيرة، بنقلبهم تقليبتين شوي، لازم يضل عندي اخضر، بنشيله عن النار. صوصنا بدنا نسخنه،
العصارة اللي نزلت من اللحمة نرجع بنحطها لنستفيد من الخواص. بنحرك نص دقيقة يكون سخن وجاهز. صحن حط بقلبه سيركل، ركزوا معي بالسكب سبانغ، بنشيل المقطع نجيب اللوبيا وبنصفهم بهذا الشكل. قطعة اللحمة نحطها بالنص، بطاطا عبيناها بكيس سكب الحلويات نعملها بهذا الشكل، نستعمل راس مش مقلم. نجي على الجزر نحطه بين البطاطا، نجي على البروكولي نحطهم بهذا الشكل. هلا بنجي على الصوص بدعمها هيك على نصها مع شقفة اكليل جبل او روزمالي بهذا الشكل، وهيك بنكون قدمنا لكم صحن لحمة 5 نجوم. وهيدا الطبق من افضل النكهات مع صلصة البهار اللي ممكن تتناولوه. شوفوا ما احلاه. شوفوا اللحمة ميديوم مثل ما قلت لكم 100%. بسم الله. مشاهدين الأعزاء، طبق كتير شهي، 5 نجوم مثل ما قلنا. جربوه، جربوا الصوص، جربوا كل هيدي المكونات وعملوها وان شاء الله تنال اعجابكم. اذا بدكم نمرق لكم من وقت لوقت هيك اطباق 5 ستارز خبروني بالتعليقات. الى اللقاء. شوفوا لي صوص الزبدة، هيدي هي يا ابو الحبايب، روعة. ليكو 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 عندي قديش هي روعة. كمان رح سقط لها شوي من هيدي الزبدة والعصارة طلعت جوسي ورطبة. نروح عليها بالطراطور اللي عملناه ضربة هيك. هلا بتقولوا لي يا شيف ما بتعزمنا، تفضلوا مشاهدينا.